المشاهدين ديالي، المشاهدات التوعية داخل الوطن وخارج الوطن، تابعوا معايا المشاهدين اليوم اشنو جبت لكم نتوما المشاهدين. غادي تخلعوا اليوم المشاهدين ديالي، المشاهدات التوعية، الله يخليكم ليا، الله يطول لكم في العمر ويجعل لكم فيه البركة ويخليكم ليا داخل الوطن وخارج الوطن. المشاهدين ديالي، انا قناتي المتنوعة ما كنجيب لكم منها الا الخير ولا الخمير والتيسير والشفاء. المشاهدين ديالي، جيت لكم اليوم بواحد الوصفه، واحد الماسك اليوم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، واحد الماسك يا سلام. وجدت لكم اليوم هادي، جرى درت معكم الفيديو في ديال العوينه اللي هي مشينا لها، العوينه ديال العوينه تاع تغدوين. ديروا كتبوا عوينه عين تغدوين، كاينه في نواحي مراكش طريق ورزازات النواحي ديال اي تورير. اللي بغى يجي لهذيك العين راني وريت لكم فيها الماء زوين، اقسم لك بالله الا زوين، كيحيد السحار الموكول، كيحيد الميكروب من الكرش، كيداوي المصان، كيداوي المعده، كيداوي القولون العصبي، كيداوي كلشي. انا راني مشيت وشيت وكنمشي والحال سخون، ومشيت باش نسهر عليكم ونجيب لكم شي حاجه اللي انا متقوى منها. شفت لكم المشاهدين اليوم وصفه، يا سلام والله العظيم الا شتها وشت الناس، ونتمنىكم تزوروا وتشوفوا اقبال اللي كاين على هذا العيد. هذا غاسول المشاهدين ديالي، ها غاسول طبيعي فعال، ما فيه مادة حافظة، ما فيه حتى شي حاجة تبيعو، كيهزوه من واحد القلتة، واحد القلتة تما مدوره هكا وكيعمروه. هذا غاسولة داير بحال داك الغاسول تاعنا نيت، هانت واني هو بحال داك الغاسول نيت. شتي المشاهدين ديالي، هو كتهزوه كديرو في واحد الكويس، تخويو عليه شوية الماء الزهر ولا شويه الماط الورد وديروه ماسك. هذا راه خضر والله. تيحي المشاهدين ديالي اللي كيفتح لوجه، تيحي التجاعيد، تيحي التصبغات، زين الحكه، الحساسيه، الصدفيه اللي تياكلوه بين الصباع، اللي عنده شي حاجه كتطيحكه وكيحيد منه الجلد، زين المرض الجلديه. هذا زيد كله لزين المرض الجلديه، وفي نفس الوقت تجميلي طبيعي. ها انتم المشاهدين ديالي، ها والله العظيم يا المشاهدين ديالي، وديروا منه الماسك. عرفتي ملي كديري منه الماسك، ليديك، وجهك، رجليك، اش نقول لك، كتحسي بواحد الحاز، بواحد اللي واحد تترتاحي. ديروه ماسك الوجه، هذا هزوه، ديروه ماسك الوجه ديالكم، رجليكم، اللي عنده الطياب بين الصباع، اللي عنده الحكه تيحك رجليه، اللي عنده الكزيمه، اللي عنده الصدفيه، لا يقسم لك بالله. المشاهدين ديالي، وانا متوقع من هاد القضيه، لقيت السيده تما في هذيك العوينه في الرياض من الرباط، وراتني مسكينه، قالت لي شوفي صباعي كي كانوا عرفتي، قالت لي كلشي صباعي كلتهم لي الصدفيه، اللحم تيطير لها منهم. قالت لي انا متبعه غير هاد الغاسول هذا، هاد الغيس، قالت لي الحمد لله والشكر لله. والله المشاهدين ديالي، لا هاد الشيء راه زوين وطبيعي. هذه هي الوصفه الطبيعيه ديال دب الصح، اللي كتهز من الحفره وتعمر ودار الوجه. هانتوما المشاهدين ديالي، شتيها والله العظيم، انا ملي جيت وانا كنديرها لوجهي. والله العظيم المشاهدين ديالي، ملي كديروها شوفها كتبان، وبحال فيها وبحال فيها هانتوما، بحال فيها اللؤلؤ، شتيها كي تتبان مع الضو. ها
القاعدة وليدي عبد الله. واللحم ديالك كتحسي بيه حق الله العظيم. المشاهدين دياولي، المشاهدات التوعي الى، شوفوا تبارك الله، شوفوا المشاهدين دياولي، والله العظيم يا المشاهدين ديالو شوفوا الفرق، شفتوا الفرق؟ شوفوا هنا وشوفوا هنا، والله المشاهدين دياولي الى وصفة علاجية طبيعية فعالة. هذا هو الغسول وهذا هو الماسك الطبيعي، هو هذا. واو اخوتي تبارك الله، داير كي الغسول. تعشقو غير ديروه، تعشقو غير تطليوه، والله العظيم الى طبيعي وفعال. هذا ويبس هكاك، كيدير الى مشيتو هكا عاد تلقاوه. عادي تمشي وتخرجوا من مراكش وعادي تشدوا الطريق ديال توارزازات، ملي تشدوا الطريق تاع توارزازات عاد تقول لهم فين كاينه العوينه ديال تيغدوين، راه ما كاينه حتى شي حاجه، كاينه الطوموبيل تتمشي حتى لحدا العين، وكاين الباركين، كاين فين توقفي، كاين الامن، كاين الامان. هذا حتى هو المشاهدين ديالي كتخويو عليه، ها شتيناه باش نوريكم. الا مشيتو راه عاد تلقاوه، غادي تطلعوا قول لهم فين هي العوينه تاع، فين هو ديك العوينه ديال العلاج ديال الحساسيه وديال الماسك، راه غادي يديكم عاد تلقاو السيد سد العين حداه، وهذا الشيء محطوط عنده في الحانوت. وهادو وانا هادو راه اللي باهم مرحبا به، اللي باهم راه مرحبا به، راه عندي تنبيعهم. شريت انا كميه كثيره الحمد لله، وكنخرجها كاع الناس طلبوها عندي دابا في خارج المغرب. هانتوما غاسول بحال داك الغاسول ديالنا، كتخوي عليه الماء ديال الورد، هو صافي. السلام عليكم. هانتوما هانتوما تبارك الله درتو ماسك. هادشي انا راه هكا جدو، راه ما نقول لكم انا صنعتو، هكا جدو. هذا جدو يابس، هذا جدو هكاك تيخليه بغيت نوريهم للمشاهدين دياولي. هذا جدو هكا عمرو ليا في الطويصات بحال هادو، ها هانتوما المشاهدين عمرو ليا انا ما عادش نخليه في الطويصات. دابا نوريها لكم مازال الطويصه، دابا نصورها لكم شتيها. زوين 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 بزاف والله. والله المشاهدين ما تبخلوش عليها، وفيها الماء زوين قسما بالله، الا داير بحال بحال والمس، وملي كتشربيه بحالو بحال والمس، بحال والمس. وعندو التحاليل، ودير ليهم الطبيب التحاليل في 92، ودير البلاكار. المهم راني صيفط لكم الاوديو وتفرجتوا فيه وشتو كل شيء المشاهدين دياولي، وباقي باقي تابعوا، ديروا جيم وديروا افوني وديروا تفعيل الجرس، وباقي تشوفوا ما يفيد من هاد الفوائد تاع واحد العين. سمعتي؟ مازال ان شاء الله غادي تشوفوا ما يفيد. راه هذا يقسم لك بالله الى الكزيمة، مالين الكزيمة خوتي خواتاتي داخل الوطن وخارج الوطن. انا دابا هي كمية عندي موجودة، راني جبت منها بزاف. كتعرفوا اللي تيتاجر في ما بانت ليه شي حاجه تيجيبها. وانا تبارك الله خوتي خواتاتي في القنوات وفي الصفحه في الفيسبوك، في ما كانت شي حاجه راه كنحطها لكم حتى نتوما ديروها وحتى نتوما تستافدوا بها. هذا راه ماسك فعال طبيعي 100%، ما تبخلوش عليه. هذا خويو عليه الماء الزهر وديروه ماسك. هذا راه غير طبيعي بما بكل شيء. هذا هذا راه يابس مفزقو، تيحطو في شي باريوات وتيفزقو، تتفزقو تيتقطعو تاني هكا، ني تيتقطعو هكا، شتي كي تيتقطع.
وانتم المشاهدين دياولي مشاهدة التوعية، تبارك الله عليكم وما شاء الله عليكم، والله يسر لكم والله يشافيكم. البوقع السوداء تكماش، تصبغات حب الشباب ما يبقاش بصفه نهائيه. كاين ولد شاب مسكين وجهه مشوه، كاينه بنت شابه جرات وجرات وجهها مشوه، كاين مرا ولدات الكلف جرات وجرات. المشاهدين دياولي هاد القنوات عندي انا ما تسمعوا منهم غير الخير والمجربات، ومرحبا بكم. وحاولوا اللي هو قريب في نواحي مراكش وفي الدار البيضاء وفي الرباط يمشي يزور هاد العوينه ديال عين تيغدوين، طريق ورزازات عين تيغدوين. كاين الفراش، كاين الديور، كاين البرطمات، كاين الامكانيات، كاين الخضار، كاين الاعشاب الطبيه والعطريه، كاين كل شيء. المشاهدين دياولي كاين الواد تبارك الله، كاين الطبيعه، كاين كل شيء. يلا المشاهدين دياولي تبارك الله عليكم وما شاء الله عليكم، انا معكم في المكان شي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هانتم المشاهدين دياولي باش ملي مشيتم تما تشريو، ها هو اللي غيبيع لكم بحال هذا. هذا المشاهدين هكاك شفتم، انا غنديرهم مازال فزاج ونديرهم في المعقمين، ولاني انا راه هكاك باش حيت تمشيو تلقاو عنده هادو، تقولوا هادو هما اللي شراو، هما اللي شفنا في القناه. يا الله المشاهدين دياولي تبارك الله عليكم وما شاء الله عليكم، والله ييسر لكم والله يسهل عليكم ويطول عمركم ويخليكم ليا. يا الله.